الحاجة هدا كانت مرعبانة، والله أعلم كانت ممكن تعمل إيه وأنت خاطف كمال. مش بعيد كانت تبلغ البوليس زي ما حصل قبل كده عشان تشوفنا هنخرج منها إزاي. حلو أوي حلو أوي، بس أنا بقى في حاجات مش قادر أفهمها. أول حاجة، أنت ماشي ناس ورايا يراقبوني ولا يا رحيم؟ ها؟ وبعدين مش الحاجة هدايا بس اللي عايزة تفهم حكاية إن إحنا بندخل ونخرج من الأمن الوطني كده عادي، أنا كمان عايز أفهم. ما ترد! أنا لو رديت عليك يا حلمي رد هيزعلك. زعلني يا سيدي، بس فهمني. أنا بس هفكرك إن يوم ما خرجت من السجن ولقيتك مضيع ورق ممكن يكون تمن رقبتي، ما فتحتش بوقي، ما شكتش لحظة إنك ممكن تخوني. ولا المفروض إيه بقى؟ أحط جزمة بقى في بوقي وأمشي وراك وأنا ساكت؟ رحيم، بقولك إيه؟ أنا عايز أفهم، في حاجات بتحصل قدامي كده أنا مش قاريها. أنا كنت مراقب كمال عشان أعرف إذا كان في حد زقه علينا ولا لأ. أيوة، بس كان المفروض تقولي. طب وإنت قلتلي على اللي هتعمله النهاردة؟ يا رحيم، هو أنا المفروض أستأذنك وأنا جاي أجيب حق مراتي؟ مفروض؟ رد هيزعلك. ايه؟ بتعملي ايه عندك؟ انت اللي بتعمل ايه؟ مالك اتخضيتي كده ليه يا بت؟ في ايه؟ اسمي ريم، ما اسميش بت. طب تعالي يا ريم، تعالي. ده ايه ده؟ ايه ده بقى؟ ايدك لا توحشك يا حبيبي. اصل انا حسيتك بتلمعي اوكر فقلت اجي اطمن. لا اطمن. انا عايز اطمن قوي. عبيط ده ولا ايه؟ ريم، ما تحاسب يا حلمي وخلي بالك من الكلام اللي انت بتقوله ده. ما انت مش عايز تفهمني، يعني ايه ندخل ونخرج كده من الامن الوطني عادي من غير اي حاجه؟ والحكايه دي حصلت مرتين مش مره واحده. رحيم، لو مظبط معاهم قول لي، طالما شغلنا ماشي وبنعمل اللي احنا عايزينه تمام، بس افهم. هو انا لو مظبط مع واحد زي احمد الديب ده مثلا كان عمل معانا كده؟ كان خلاك تشتغل عصفور عليا؟ ما تشغل مخك يا اخي. يا حلم اهدى وخلي صوتك من دماغك، بلاش تمشي ورا كلام حنان. على فكره ملهاش علاقه باللي بينا. طب كويس، ايه بقى؟ في حاجه تانيه عايز تفهمها؟ لا. ايه في؟ عملت ايه؟ مفيش، هو قال لي انه عمل كده بس عشان خايف ان الحاجه هدايا تبلغ عننا. يا سلام يا اخويا، بقى رحيم خايف للحاجة هدايا تبلغ عننا؟ بقى ده رحيم؟ ده كان زمانه خطف كمال وحطه في حتة الجن الأزرق ما يعرفوش طريق بر، وكان زمانه وقف قدام الحاجة هدايا عيني عينك كده. شش، ما تصادق. لا، الموضوع يخصك أنت. أنا؟ أنا إزاي؟ رحيم عايز يوصل لك رسالة إنك ما تعملش حاجة إلا بأمره. أنت مش عارف رحيم ولا إيه؟ رحيم عايز يمسك الدنيا كلها بإيده، هو اللي يقول آه وهو اللي يقول لأ. ايوه، بس الكلام ده مش عليا انا. هو اخويا طول عمره كده، بس انت اللي مش فاهم. هو انت هتعرفيني صاحبي؟ ايه؟ صاحب عمري. صاحب عمرك مين؟ بقى ده رحيم صاحبك؟ رحيم بقى له 7 سنين في السجن، قلبه بقى مليان غل وحقد وكره. طب حط نفسك مكانه، بعد الشر عليك. ان شاء الله عمرنا ما نشوف فيك شر يا اخويا، وانت تفهم اللي انا بقوله. طب فضي اسيرة بقى، يلا يلا امشي. ماشي، بس اسمع الكلام اللي انا بقوله لك. ليه بتسخنيني عليه ولا ايه؟
خير يا ريم، في حاجة؟ مفيش، سمعتك بس بتخانق انت وبابا فقلت اجي صالحك. انا وابوك عشرة عمر، متقلقيش علينا، شوية كده وهنروق. طيب وانا بقى مين هيصلحني؟ ليه؟ في حد مزعلك؟ اخوك هشام؟ ايوه يا سيدي هشام، عمال يعكسني في الراحة وفي الجاية، شوية بعينه وشوية كلام، وآخر مرة مد إيده عليا. يمد إيده عليك إزاي؟ متخافش عليا، هو بس مسكني من إيدي، بس أنا وقفته عند حد. كنت جاية لك عشان خاطر تتكلم معايا عشان يحل عني شوية، بس خلاص مش مهم. مش مهم إزاي؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ ده انا هكلمه وهبهدله كمان. هو انت اتضايقت عشاني؟ طبعا. ليه؟ علشان هشام ده راجل متجوز وانت زي اخته. بس كده؟ بس؟ انت شايفه حاجه تانية؟ رحيم أنا مش شايفة غيرك، أنا بحبك. اطلع بره بره. مين اللي عمل فيكي كده؟ انت طالع مين؟ رحيم. رحيم يا ماما. انت متذكره انه رحيم؟ اتصرف يا حلمي. يلا ريم اتكلمي يا ريم، اتكلمي. رحيم هو اللي عمل كده؟ مين عرفك يا حلمي؟ روح بقى. الله روح روح. انت متذكره انه رحيم؟ ما تخافيش ما تخافيش. رحيم انت اوسخ انسان انا عرفته في حياتي. ريم يا رحيم، ريم بتأذيني بنت يا رحيم؟ ده انت شلتها بايدك وهي لسه لحمة حمرا. ريم يا رحيم، وانت تصدق اني ممكن اعمل كده يا حلمي؟ لو انت مصدق اني ممكن اعمل كده في ريم اقتلني. في ايه؟ ضرب النهارده جاي منين؟ ها؟ تعالى يا ابو تعالى. ايه؟ ايه؟ ايه ضرب النهارده؟ في ايه؟
حد يرد عليا في ايه يا رحيم يا ابني؟ في ايه يا حبي؟ سأل ابنك الكبير يا حاج. ايه؟ سأله عمل ايه مع بنت صاحب عمره؟ الكلام اللي بتقوله ده يا حبي معناته ايه الكلام ده يا رحيم؟ طبعا مش لاقي كلام تقوله. استنى بالله يا ابني فهمني ايه اللي حصل بس؟ بطلت قول لابوك عملت ايه؟ انا خلاص الكلام بالنسبة لي مات. استهدوا بس بالله يا جدعان، ده انتوا عشرة عمر. طب والختمة الشريفة ده عين مصابتنا. ام بسمة بطلي دغري، خد امك واطلعي بره. تعالى. طب وعزة جلالة الله ده شطان ودخلنا بينكم، هو ايه اللي حصل بس يا رحيم؟ بس مش عايز اسمع كلمة. Thank you.